توفي إلى رحمة الله في الساعات الماضية الشاب يوسف نادر نجل الإعلامية المصرية المعروفة نهلة حجازي المذيعة بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرية، وستقام صلاة الجنازة بمسجد عباد الرحمن بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، وسيشيع الجثمان بمقابر مدينة نصر. وقد أعلن الخبر عدد من أصدقاء الإعلامية نهلة حجازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنوا عن وفاة ابنها يوسف اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض. وكتبت إحدى أصدقاء الإعلامية نهلة حجازي وقالت: بعد رحلة مرض طويلة يوسف ابن الصديقة العزيزة نهلة حجازي في ذمة الله. دعواتكم في أول ليلة له في القبر بالرحمة والمغفرة، وأن يربط الله على قلب والدته ويرزقها الصبر الجميل، وربنا يخلف عليها فيما صبها. وتفاعل عدد كبير من أصدقاء ومحبي ومتابعي الإعلامية نهلة حجازي مقدمين لها العزاء وداعين لابنها يوسف بالرحمة والمغفرة ومتمنيين لها ولأهلها بجميل الصبر والسلوان. المذيعة نهلة حجازي هي واحدة من الإعلاميات التي تميزن بالحضور على شاشة التلفزيون المصرية، وتقدم عدد من البرامج الناجحة على شاشتها، منها البرنامج الصباحي مصر جميلة وعالم المسرح الذي يستعرض التراث المسرحي الذي يمتلكه ماسبيرو، وتستضيف في حلقاته النقاد المسرحيين للتعليق على العرض المسرحي، وبرنامج لذوي القدرات الخاصة بعنوان كلنا واحد. غفر الله للفقيد ورحمه وأسكنه فسيح جنته وألهم أهله جميل الصبر والسلوان.